السلام عليكم. دي اخر حاجة احنا كنا وصلنا لها الفيديو اللي فات في الدوكيومنتيشن، اول حاجة هتكتبها يعني. دلوقتي بقى جوه الدوكيومنت بتاعك هنبتدي نكتب الاس ار اس بتاعنا. اول حاجة اللي هي هنكتب اكيد العنوان بتاع الاس ار اس، فاحنا هنكتب مثلا هنا باك سلاش تايتل، وتكتب التايتل بتاعك مثلا اس ار اس، وبعد كده تكتب ميك تايتل. تعالوا كده نرن ونشوف ايه اللي حصل. ادي التايتل بتاعك كتب في نص الصفحة، وتحتها التاريخ بتاع كتابة النهاردة يعني تاريخ الكتاب. بعد كده الدوكيمنت بتاعك المفروض ان هو بيبقى متقسم لمجموعة سيكشنز، الانترودكشن والفانكشن والنون فانكشن ريكويرمنت والكلام ده كله. فاحنا هنبتدي بأول سيكشن مثلا اللي هو الانترودكشن، فبنكتب باك سلاش سيكشن انترودكشن، وده بنبتدي نكتب فيه أي كلام. مثلا خلينا ناخد كلام من هنا كده، ده مثلا مجموعة من الكلام يعني أيا كان. تعالوا نرن كده. أدي كده الانترودكشن بتاعتك، ده أول سيكشن ومكتوب فيه الكلام اللي فيه. لو الانترودكشن ده مثلا في مجموعة بقى من السيكشن جواه، يعني مثلا زي السكوب الفيتشر الكلام ده كله، فانت هيبقى عايز سب سيكشن، فانت هتكتب باك سلاش سب سيكشن، وتكتب مثلا سكوب، وتكتب جواه برضو اي كلام يعني. خلينا نستعين بنفس الكلام. لو خدتوا بالكوا هتلاقي ان انت لما بتعمل سب سيكشن بيكتب لك 1.1، لكن لما بتعمل سيكشن بيكتب لك 1، يعني بيعرفك انه ايه انت كده شغال جوه السيكشن الاولاني. لو عايز تعمل سيكشن تاني بقى تعمل برضو سيكشن عادي خالص، تكتب مثلا فيتشر، وتكتب جواه برضو اي كلام. نستعين بنفس الكلام برضو بقى الدوكمنت كامل. فخلينا نعمل كده اهو، ده كده 2 بيعرفك ان انت خرجت بره السكشن الاولاني وده السكشن التاني. كده انت قسمت الدنيا عندك لسكاشن. محتاج مثلا بقى يعني بعض الحاجات اللي هتحتاجها جوه. طبعا انت هنا لو قعدت تنزل كده 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 ده كله مش هيتقري، هو ما بيعملش اي حاجة هنا، ملوش اي دعوة. فانت لو عايز تنزل سطر يعني، فانت بتعمل باك سلاش نيو لاين، كده مجموعة نيو لاين دي هي اللي بتعمل فعلا النيو لاين. لكن لو دوست انتر مهما دوست مش هيعمل لك نيو لاين. لو عايز مثلا تبتدي كلام في صفحة جديدة من هنا مثلا، تعمل باك سلاش كده هنا باك سلاش نيو بيج، هتلاقيه خلى لك الانترودكشن لوحدها في بيج والكلام التاني في بيج تانية كده. انت دي نيو بيج يعني. لكن لو انت مثلا محتاج تعمل تاب ولا حاجة، فانت لو دوست تاب كده هتلاقيه ما بيعملش اي حاجة. تعالوا نجرب ونرن كده، ما بيعملش اي حاجة. التاب هنكتب بها بقى الكلام بتاعها ده، باك سلاش كيو كيو يو اي دي، اهو
هو ده اللي هيعمل لك تاب يعني. ظهر ما كنتش شايف هو بيتعمل فين يعني، سواء طلع هنا وهنا، دي تاب، دي تابين، ودي تلاتة. دي طريقة عمل التاب. طب لو حابب اعمل مثلا ليست، عايز اعمل ليست فيها عبارة عن شوية بوينتس كده محتاج اكتبهم، فهعمل هنا باك سلاش بيجين itemize end بتاعتها. بقى ايه الايتم بتاعتي، اكتب باك سلاش ايتم واكتب هنا مثلا احمد، وايتم تاني اسمه محمد. هنرن كده نشوف عملها لي على انها ليست ومجموعة باين كده. انت عملت ليست. لو حبيت مثلا تقلل الميرجن بتاع الصفحة، يعني حاسس انه المسافة اللي هنا كبيرة ف عايز تخلي المساحة اوسع يعني، ف تيجي هنا مثلا تكتب backslash use package sorry باكج اللي فيها اوبشن. هتكتب الاوبشن، الاوبشن بتاعك مرجن بي ايكوال 1.5 انش. الباكج هيبقى اسمها جيومتري، تعالوا نرن كده نشوف. هنلاقي ان المرجن بتاعك صغر خالص، بقى 0.5 انش. ده لو انت حبيت يعني. دي تقريبا اهم الحاجات اللي انت هتحتاجها في كتابة الدوكيومنتيشن بتاعك، التايتل والسيكشن والليست والسب سيكشن، وازاي تعمل تاب، وازاي تعمل نيو لاين ونيو بيج تقريبا يعني. مش هتحتاج اكتر من كده. ولو احتاجتوا اي حاجة ممكن في كومنتات على الفيديو، واللي احنا هنعرفه يعني اللي انتوا هتسألوا عليه احنا هنعمله لكم فيديو ونرفعه لكم برضو. السلام عليكم.